طب حضرتك اتكلمت في بداية حديثك عن ان مستر فيريرا لازم يباغت، لازم طبعا يعمل مفاجآت، لازم المدير الفني للترجي نبيل علول، لازم الفرقة المنافسة تشوف حاجة غير اللي هي متعودة عليها. لاني انا لاحظت كابتن مبارياتنا اخر 13 مباراة كابتن احنا ما حققناش الفوز غير في 3 مباريات فقط. ده معدل لا يتماشى مع نادي طبعًا الزمالك. طبعا لكن في الدوري انا خلاص كل المدير الفنيين حافظوا الطريقة، حفظوا الاعتماد على زيزو، حفظوا الطريق، فبيبتدي نازل عارف الزمالك هيلعبه ازاي، فبيبتدي يحضر نفسه زي ما حضرتك قلت انه قاري الزمالك كويس. فعشان كده بياخد منه تعادل، بتخسر قدام اسوان، بتتعادل مع الداخليه، بتتعادل مع، بتخسر مع كده يعني. دي لازم مستر فيريرا يعملها. ايه هي السيناريوهات اللي حضرتك مثلا شايفها، او هي الاقتراحات اللي ممكن مستر فيريرا يبتدي يفكر فيها؟ هو طبعا مش يعني مش اقتراح او كده طبعا، يعني ايه طبعا انا بالنسبه لي احمد زيزو من احسن لعيبه طبعا في مصر، بس طبعا احمد زيزو مرهق بقاله سنتين ما ريحش، حتى ما بيطلعش تغييره كمان، حتى لو طلع تغييره بيطلع اخر دقيقه اخر حتى دقيقتين التوقف الدولي يروح في الوقت للمنتخب في الوقت ما بيريح ما بيتغيرش. فمرهق. انا دايما النجم بيسموه نجم ليه؟ لان النجم ده بيكسبك، صح؟ مش شرط النجم ده يكون بدأ المباراه او كان بديل ونزل. طب ما شيكابالا كان بينزل بديل كان بيصنع الفرق، ويصنع الفارق. نعم. انا يعني بتمنى الماتش ده طبعا، دي حاجه طبعا بتاعت مستر فيريرا، انا ده وجهه نظري، انا لازم يكون عندي اوراق رابحه في الماتش ده على الدكه، صح؟ انا لازم يعني يكون مثلا شيكابالا موجود. مفيش مشكله لو ريحت زيزو واستفيد بالشوط الثاني، لان زيزو مرهق، هيبقى زيزو عايز راحه شويه، هتستفيد بيه اكتر الشوط الثاني. في ناس تقول لك ايه يا حماد عرفت بيقول اي كلام، لا ما بقولش اي كلام، انا راجل بتاع كوره وانا عارف انا بقول ايه. اهم حاجه انت الشوط الاولاني يا كريم يبقى شوط تكتيكي، اللي انت ما تطلعش خسران. بكلمك كلام واحد بتاع كوره، تحط المنافس بقى على ارضه او جماهيره تحت الضغط. كلمك بكلام واحد بتاع كوره، في الشوط الثاني يبقى عندك اوراق رابحه، ممكن يبقى عندك زيزو تستفيد بالشوط الثاني، لان هو مرهق، مش عشان زيزو طبعا، هو زيزو لعيب كبير طبعا مميز. عندك شيكابالا، ممكن يبقى عندك يوسف اسامه نبيه، ممكن هي الطريقه هي هتلعب بيها بنفس طريقتك، مش هتغير، بس هتغير شويه في الفكر، يعني في الفكر. انت هتلعب ثلاثه ورا فلات، اكيد هيبقى محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد والمسلوسي، لو المسلوسي لو خف اتمنى المسلوسي، المسلوسي عنده خبره في الحته دي كويس. فهتلعب بالثلاثه دول، عندك بقى اربعه في نص الملعب وثلاثه، فطبعا مش هقول يعني مين، لكن في لعيبه محتاجها. دونجا هيبقى موجود مثلا، سيفو جعفر موجود، سيد نيمار، فتوح لو موجود، فهم الجزيري، مصطفى شلبي. لكن انا اتمنى الماتش ده تبقى فيه المفاجاه، المباخته، اللي انا لازم اقسم الشوط الاولاني كمدير فني، لازم اول 10 دقايق انا اكون الفاعل لنادي الترجي، انا رايح اهاجم مش هدافع. لان لو دفعت هتخسر مع الضغط الجماهيري هناك اللي موجود، مع الروح المعنويه العاليه اللي عند فرقه الترجي وانهم كسبانين ماتشين. لا انا رايح البدايه اهاجم. اتمنى اطلع الشوط الاولاني 0-0. الشوط الثاني هيبقى عندي اوراق رابحه كتير جدا. والله يعني يبقى عندي اوراق رابحه كتير جدا. شيكابالا ممكن يبقى ورقه رابحه، لو زيزو قعد وريح الشوط الثاني هينزل يبقى نجم الماتش. خلي بالك ان حتى لو زيزو لعب من اول المباراه الضغط هيبقى عليه. كله خلاص وطبعا ممكن يلعب اول مباراه بيبقى نجم النجوم، بس انا بقول يعني حته ان هو محتاج راحه شويه، ان هو ايه يريح، وشوط تاني ينزل فريش، يبقى هو مع شيكابالا مع يوسف اسامه، عندك لعيبه كتير بدايل. مين بديل زيزو يا كابتن؟ مين بديل زيزو؟ افضل بديل لزيزو في الناحيه اليمين سيد نيمار. سيد نيمار في الناحيه اليمين بديل جيد. سيد لعيب كوره، بس سيد عشان تامنه لازم تروح ملعب تحتيه عمر جابر. التشكيل هيبقى اربعه في وسط الملعب. يعني تشكيل يعني بيبقى غريب بالنسبه لي، بس ايه تشكيل بتاع ناس بتوع كوره للشوط الاولاني. اللي انا عايز اطلع من الشوط الاولاني ده بحاجه معينه، المدير الفني بيعمل لك تشكيل ليه؟ انا عايز اطلع الشوط الاولاني مثلا يا اما متعادل، لو قدرت اجيب جول بيطف بس متعادل، فهامن دفاعاتي كويسه قوي، هعتمد على اوراق هجوميه عندي، على الجزيري، على يوسف اسامه، على مثلا مصطفى شلبي، اللي انا بقول ان مصطفى شلبي لعيب كويس او هياخد وهيبقى كويس. لازم اقول لك ايه، يبقى المدرب قاري الجيم كويس. يعني مش يعني زي ما قلت لك في البدايه، ايه في نجم ممكن ينزل ربع ساعه ثلث ساعه يكسبك الماتش وخلاص، وادى اللي عليه وعمل اللي عليه، زي ما ودينا مثلا بشيكابالا ولاعيبه كتير كانت قبل كده. يعني ازاي المهم ان المدير الفني يبقى قاري الدنيا وقاري الماتش وقاري فرقه الترجي كويس. وان شاء الله انا بقول لك عندي نوع من التفاؤل ان الزمالك هيرجع الماتش الاول. والله متفائل ان شاء الله، واللعيبه رجاله وهكرر دعمي ليهم وبنثق فيكم، وانسى اللي فات.